فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام راكعاً، فهل لي أن أركع قبل دخولي في الصف ثم أدب راكعاً؟ لأنه قد ورد هذا عن أكثر من واحد من الصحابة. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعله أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصاً ولا تعد. فنهاه عن العودة لمثل هذا، وقالوا: امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. فليس فيه عجلة، إذا وصلت إلى الصف كبر وادخل في الصلاة، قبل أن تصل إلى الصف لا، لا تدخل في الصلاة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا أعلم كما يقول السائل، أنا ما أعلم ما يقوله السائل أنه ورد عن كثير من الصحابة، ما أدري، لكن هذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.